أو أوتاش حسب الاختلاف الروايات، من أشد الأتراك الذين أتى بهم المتوكل. تدرون بعد ما قتل المتوكل قتل ابن المنتصر، وفيما بعد الإمام عاصر المعتز والمهتدي وآخر شيء المعتضد. هذا قائد عسكر أتى به، باعتبار أن الإمام العسكري أتى هو ووالد الإمام الهادي سنة 233، استقدموهم بني العباس وأدخلوهم في إقامة جبرية في سامراء، راد يحجمون دور الإمامة. كان عمر الإمام العسكري سنة واحدة من إجا من المدينة المنورة إلى سامراء، وعاش وين؟ عاش بالبلاط العباسي. أفردونهم جناح من القصر قعدوهم، بعدين الإمام عليه السلام اشترى دارا وخرج من القصر، بس لكن تحت المراقبة العباسية. فأنا محل شاهدي وين؟ العسكر الأتراك موجودين. شنو سوى المعتضد المعتمد العباسي؟ أرسل على علي هذا القائد التركي وقال له أنت سأجعلك الموكل برقابة الحسن ابن الرضا، باعتبار كلهم يسموهم ابن الرضا، الإمام الجواد، الإمام الهادي، الإمام العسكري، هذا ابن الرضا، أنت باعتبار جد الرضا سيقول له ابن الرضا، فأنت موكل بمراقبته. هاي بعد 6 أشهر 8 أشهر التقى به الخليفة العباسي، قال ها يا علي ما نقل لي من أمرك ما يسرني، يعني أنت المفروض أنا خليتك موكل بالحسن العسكري، مفروض تعذبه، المفروض تجوعه، المفروض تسمع كلام. قال وكيف أصنع؟ أنت الآن طيني طريقة. قال كيف؟ قال أيها الأمير أنا ما رأيت منه إلا طيب الأخلاق، أنا أسبه يرفع الإمام العسكري يديه يقول اللهم اغفر له، لحو أشدد عليه بالمراقبة، الإمام يلاطفني بالقول والكلام، يقول له فرد مرة صارت عندي، دخلت إلى القصر ودار الإمام موجودة، وقفت ورأيت الإمام واقفا عند باب الدار، يقول كنت حزينا لأمر أهمني، يلتفت إلي أبو محمد قال لي يا علي بالتركي كلمه، قال يا علي ما الذي جرى بك؟ ما الذي جرى لك؟ يقول أنا بعد خجلت من الجنود المعي أخبره، قلت فرد ظرف أمر بي. يقول رفع الإمام يده بالدعاء، قال يا الله بحق جدي رسول الله عليك إلا ما سهلت أمر زوجة علي بن عوداش. يقول كانت زوجتي حامل ومخطرة، فرد خطر عليها. شوف الإمام ده، هذا الخلق جعل من أكبر القيادات العسكرية التركية محبا للإمام، ويقول للخليفة العباسي صراحة، يقول له أنا كيف أستطيع أن أؤذي هذا بعد الرجل، لأن هذا غمرني بأخلاقه. بينك بين الله اليوم هذا الخلق الرفيع من الملاطفة، من اللين، من الاحترام، من التعاون، من المحبة، من التباذل، اللي أظهره الإمام الحسن العسكري لأحد قيادات الأتراك المجرمة يومها، أنا هذا أظهره مع جاري؟ هذا الشيعة في أوساط مجتمعي؟ ملاحظين إش قد الشكاوى؟ اسألوا الأخوة القانونيين الحقوقيين المحامين، إش قد الشكاوى تصير بين الجيران من وراء أسباب تافهة أجل الله السامح، من وراء كلام بين أطفال، الجيران يضاربون ويروحون محاكم وتتدخل العشائر. لعد وين حسن الجوار؟ أين أوامر الأئمة بحسن الجوار؟ أوامر الأئمة، أنا كنت في إحدى مجالس العزاء، فرد شاب والله العظيم أذى نفسه باللطم، الله يوفقهم على هذا النفس الولائي لأهل البيت، بحيث من قد ما لطم أغمي عليه، فقلت للشباب ركضوا له هذا خطية، جابوا مي قعد على كل، قلت له يا شاب والله خلي تراباتك على راسي، أنا أحب هذا الولاء لأهل البيت، هاي الحرقة أريدها عندك. أحد الجالسين بعد ما كملنا قال لي شيخنا فرد كل مريض من عندك على كتر رحت، قال شيخنا هذا الشاب تعرفه؟ قلت له لا والله، بس هذا خليه هو وتراباته على راسي. قال هذا أخوي، واسأل الجماعة القاعدين
شلون هسه الاخوه الاحباء هنا في الهاشميه واحد يعرف الاخر؟ قلت له اي انت هذا ادعي له. قال لا اخوي هذا صار له 10 سنوات ما يحاكيني، 10 سنوات ما يحاكي امه. يقول انا مشيت عليه 3 مرات اخذت حتى شيخ العشيره والقائم مقام ورحت له. يقول من الباب طردنا. فدزيت عليه قلت له تعال تعال انتهى الحرقة على الحسين عندك، ليش تخلي أجرك يروح من وراء قطع الرحم؟ قطع الرحم حرام شرعا، عقوق الوالدين حرام شرعا. نبي صلى الله عليه وآله بوصية علمية، أنا أعتبرها علمية، اليوم علماء الفلك في قبل 100 سنة وصلوا لها، أما هو قبل 1400 سنة يتكلم. قال إن ريح الجنة تشم على بعد 500 عام. شوف رسول الله صلى الله عليه وآله يتكلم عن الجنة، ما يتكلم بالكيلومتر، لا لا بالسنوات. هاي اليوم يسمونه بالمصطلح الفلكي السنة الضوئية. يقول الجنة ريحتها تشم على بعد 500 عام، ولا يشمها عاق ولا قاطع رحم. قلت له أنت اليوم فرحت الحسين بس ضربته بسكين على قلبه. هاي منظومة الأخلاق، خلنا ناخذها من إمامنا العسكري. بعد المنظومة الرابعة منظومة القيم. واني اليوم المجتمعات بالأخص الإسلامية القيم عندها فرد شيء مهم. هاي القيم ما نقدر ننسلخ عنها، قيم والآداب والعادات والتقاليد الأصيلة اللي توافق الإسلام ما أقدر أنسلخ من عدها. الأعراف الصحيحة كون تبقى أعراف. حتى القرآن أمر قال خذ العفو وأمر بالعرف، يا عرف العرف اللي يتلائم مع الإسلام. هاي عندنا أعراف صحيحة، عندنا قيم إحنا المفروض نحافظ عليها. هاي القيم المفروض المجتمع يقاتل من أجل أن تستمر، مثل قيمة الكرم. هسه الكرم مو بس خلق، لا لا، هاي اليوم انتم من ضيفتوا لكم 20 مليون زائر او 16 مليون زائر اجوا، هذه قيمة عليا، قيمة الكرم، قيمة الغيرة، قيمة الشهامة، قيمة النجدة، مساعدة، هاي المفروض تفعل احبتي تفعل. هذا طبعا اللي كان عليه خلق الامام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، والتفاصيل التي تتعلق بامامه ايضا كان الامام يؤمن بهذه التفاصيل. ولذلك كان أي واحد من الشيعة يأتي للإمام، شوف هذا يدخل عليه أحد أصحابه أبو هاشم الجعفري. هسه البعض يقول أبو هاشم ما لحق على الإمام العسكري، كان من أصحاب الإمام الهادي، وبعض يقول لا، هاي القصة حدثت في زمن الإمام الهادي وصارت في زمن العسكري. يجي على الإمام سلام الله عليه، يدخل مجلسه، تدري الإمام يستقر الوضع. لما أرادوا الانصراف قال يا أبا هاشم أنت أبقى عندي شغل وياك. شوف هذه قيمة الإحساس بمعاناة الآخرين وحقك. هو شنو الإسلام؟ الإسلام ترى كله إنسانية، وما أرسلناك إلا شنو؟ نقمة لو شنو؟ رحمة رحمة. هو هذا الإنسان ته هو الإسلام، تحس بمعاناة الآخرين. ولذلك من قواعد الإسلام هاي اللي أسسها النبي صلى الله عليه وآله، يسموه دستور المدينة، راح تجينا أيام ولاة النبي، هاي كون نعيدها لحياتنا. واحدة من مبادئ دستور المدينة شنو؟ والله لن يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه شنو؟ ما يحب المن. يعني عليك الشريفة بنت الحسن، من أنت عندك 2 متعينين ويجيك واحد عرف قال لك يابا أكو تعيين ومجاني، تعين ابنك لو تعين جارك. إذا أنت فعلا من أتباع الحسن العسكري تقول كافي أنا عندي تعيين، المفروض جاري أولا. هاي شوف هاي قيم. بعد من مبادئ دستور المدينة ما آمن بي من بات شبعان وجار شبي جاره جاء. مام الصادق يقول إن حريم الجار يعني أنت المسؤول عنهم 40 دار من كل جانب. أكو هيك رواية عندنا، مو بس هذا جارك اليمين وجارك اليسار، لا لا، مفروض تتفقدهم أنت
مو في رسالة الحقوق في وصية الإمام زين العابدين قال: ومن حق جارك عليك ألا تؤذيه بقتار قدرك. الله أكبر. وحق الإمام العسكري، أنا من أقرأ هاي الرواية قلبي يتقطع. شنو قتار قدرك؟ ها؟ يعني ريحة الطبخ. من حق جارك عليك من تطبخ طبخة وخاف تصل الريحة، رائحة الطعام الطيب، كن أنت ترسل له معون، ترسله. هذا اللي هاي القيم اللي أنا وأنتم نشأنا عليها. تذكرون أمهاتنا؟ أنا أذكرها من باب التذكرة للجيل الجديد. ما كانوا يأكلون طعام العائلة، إحنا كنا أطفال صغار. قالت يمه روح بيت فلان، ركضت البيت فلان، وبيت فلان هم حملوني. لا قالت لا، وبيت فلان هم ودينهم. إلى أن تشوف بالقدر باقي شيء قليل، فنسألها نقولها يمه شو قليل؟ قالت لا، هذا بيه البركة، المهم الجيران يأكلون. هاي فعلوها منظومة القيم، فعلها. فالإمام قال لأبو هاشم الجعفري، قال له اقعد اقعد أبو هاشم. طلعت الناس، شوف الإمام ايش قد إنسان. قال يا أبا هاشم بلغني، يعني الإمام ما يروح عن باله شيء، وضعك الاقتصادي متعب. يا أبا هاشم هذا مبلغ من المال، هذا خاص بي أنا وعائلتي نقسمه بينه، خذه واستعن به على أمرك ودهرك، وإن احتجت فأنا موجود. أنت عندك أخ اسمه الحسن العسكري، ارجع إلى صبيانك فتياتك اللي الآن باتوا بدون عشاء، عشيهم. هشوف القيم، هذا أنا أدور عليه. بحق الإمام العسكري عليكم هاي العادات والأعراف الصحيحة، لا تخلوها تنسحب من مجتمعنا، فعلوها، لأن دوام تماسك المجتمع بهذه القضايا. زين، فهاي ترى منظومة الأربعة اللي هو الدين بأربع منظومات: منظومة العقائد، منظومة الفقه، منظومة الأخلاق، منظومة القيم. هذا الذي المفروض الإنسان يفعله في حياته.